سيد بيل، كيف تقيم سياسات بايدن الاقتصادية خلال فترة تواجده؟ إن بايدن مهتم بالانتخابات، إذا خسر في هذه النقطة فإن العديد من المجالات في جدول الأعمال سوف تتوقف، والخطط كلها وخطط الإنفاق سوف يتم إيقافها. لذلك فإن الإنفاق هو الشيء الجيد للولايات المتحدة، وهناك تضخم عالي، وهذا التضخم بسبب البرامج العنيفة التي لا تأخذ في الاعتبار المصالح الأخرى للشعب الأمريكي. لذلك فإن عندما يخسر بايدن المجلس النواب ومجلس الشيوخ فإنه سوف يفقد الكثير من برامجه ومبادراته التي قدمها، سواء في مجال الاقتصاد أو مجال الإنفاق. من الناحية الاقتصادية سوف يكون ذلك إيجابيا أو سلبيا بناء على ما يفعله الجمهوريون، إذا كان لديهم القدرة على وقف أجندة الأعمال الديمقراطيين والعمل بموجب أجندتهم. بشكل عام سيد بيل، هل ترى بأن سياسات بايدن الاقتصادية، إدارة بايدن، زادت وفاقمت من أزمة التضخم في أمريكا؟ نعم بالفعل، الاحتياطي قد بدأ ينفق بشكل كبير، والتضخم فعلا في أعلى مستوياته، والأشخاص لا يملكون الأموال الآن. هناك تكاليف عالية للديون، وكذلك أيضا هناك ارتفاع في أسعار العقارات. هذا من شأنه أدى إلى حالة ركود في الاقتصاد، وأيضا الإنفاق من الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير. البيت الأبيض يجب أن يضع موضوع الغاز في عين الاعتبار وأسعار الغاز في عين الاعتبار، لأن الوقود والغاز في الحقيقة الأمر من المصادر التي تساهم في رفع الاحتياطات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. سياسات البيت الأبيض كانت غير واقعية، لأنها أضافت قوة شرائية كبيرة وأخذت من الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع الضرائب ومنع الإنفاق في المزيد من المجالات. لذلك في أن النتائج التي ستخذها البيت الأبيض لن تظهر إلا بعد وقت طويل.